وقف أعرابي معوج الفم أمام أحد الولاة فألقى عليه قصيدة في الثناء عليه التماسا لمكافأة، لكن الوالي لم يعطه شيئا وسأله: ما بال فمك معوجا؟ فرد الشاعر: لعله عقوبة من الله لكثرة الثناء بالباطل على بعض الناس. دخل شاعر على ملك وهو على مائدته، فأدناه الملك إليه وقال له: أيها الشاعر. قال: نعم أيها الملك. قال الملك: والشو؟ فقال الشاعر على الفور: إن المو. فغضب الملك غضبا شديدا وأمر بطرده، فتعجب الناس وسألوه: لم نفهم ما الذي دار بينكما أيها الملك، أنت قلت والشو وهو قال إن المو، فما والشو وإن المو؟ قال: أنا قلت له والشو أعني قول الله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. رد علي وقال: إن المو يعني قوله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. شكى بعض أهل الأمصار واليا إلى المأمون فكذبهم وقال: قد صح عندي عدله فيكم وإحسانه إليكم. فاستحوا أن يردوا عليه، فقام شيخ منهم وقال: يا أمير المؤمنين، قد عدل فينا 5 أعوام، فاجعله في مصر غير مصرنا حتى يسع عدله جميع رعيتك وتربح الدعاء الحسن. فضحك المأمون واستحى منهم وصرف الوالي عنهم. دخل أعرابي على المأمون وقال له: يا أمير المؤمنين، أنا رجل من الأعراب. قال: ولا عجب في ذلك. فقال الأعرابي: إني أريد الحج. قال المأمون: الطريق واسعة. قال: ليس معي نفقة. قال المأمون: سقط عنك الحج. قال الأعرابي: أيها الأمير، جئتك مستجديا لا مستفتيا. فضحك المأمون وأمر له بصلة. دخلت امرأة على هارون الرشيد وعنده جماعة من وجوه أصحابه، فقالت: يا أمير المؤمنين، أقر الله عينك وفرحك بما آتاك وأتم سعدك، لقد حكمت فقصدت. فقال لها: من تكونين أيتها المرأة؟ فقالت: من آل برمك، ممن قتلت رجالهم وأخذت أموالهم وسلبت نوالهم. فقال: أما الرجال فقد مضى فيهم أمر الله ونفذ فيهم قدره، وأما المال فمردود إليك. ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه فقال: أتدرون ما قالت هذه المرأة؟ فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. قال: ما أظنكم فهمتم، أما قولها أقر الله عينك أي أسكنها عن الحركة، وإذا سكنت العين عن الحركة عميت، وأما قولها وفرحك بما آتاك فأخذته من قوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وأما قولها وأتم الله سعدك فأخذته من قول الشاعر: إذا تم أمر بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم، وأما قولها لقد حكمت فقصدت فأخذته من قوله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فتعجبوا من ذلك.